احنا اليوم بالاكاديميه البريطانيه الدوليه بتعاملين بازار لوف لايف اللي هو حب الحياه، حب الوطن، حب الدين سواء مسلم او مسيحي، حب شغلك. لما بتحب شغلك مثلا بيطلع الابداع وبيطلع الشغف معنا، وبندعم المنتجات، يبيعوا الناس منتجاتهم، وممكن من خلالها يتبرعوا لمبادرات مختلفه، ومنها مبادره حرير. مبادره حرير اللي هي عامله باروكه امل، خليناهم او اخذوا زاويه يبيعوا من خلالها اللوحات تعون الايتام تبعون السرطان، وهاي الريع بيروح لهم باسم باروكه امل. انا ببيع بيدة اكسسوارز، وانا اليوم شارك بالبازار عشان ندعم مبادره حرير اللي بدعموا مرضى الكانسر. اسمي فرح، انا اليوم بعت الوان، ما جبت معي عشان ابيع الوان مائيه للاطفال والوان الوجه فيها مواد طبيه فيعني ما بتاثر للاطفال، وجبت معي ستيكرز بنطبعه على الاواعي وما بيروحوا، وفي كمان جبت الوان للاواعي. انا اسمي كيرن، وهون انا اجيت عشان ابيع اكثر من اشي، واحنا اصلا سمينا الجروب تبعنا ميكس عشان احنا هون بنبيع اكثر من اشي، وهون بالمصاري اللي بناخذهم من نوديهم للريفيوجيز اللي تكسرت بيوتهم، اتدمرت بيوتهم، ريفيوجيز اللاجئين اللي دمرت بيوتهم بالشتاء والرعد. وانا ببيع هون، ببيع اكثر من اشي، ببيع العاب وببيع اشياء بتتلزق حتى اللاجئ وبنكتب عليها. انا نايا، وببيع ميداليات من مادة الريزن، وحتى ببيع بوك ماركس من مادة الريزن.